ننتقل من هذه الجائزة إلى جامعة زايد اللي نظمت على مؤتمر تعلم القراءة مدار يومين في حرمها بالعاصمة أبوظبي، وبحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير دولة ورئيسة جامعة زايد، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة. نعم، وبالإضافة لعدد من الخبراء والمتخصصين أيضاً من مؤسسات عالمية رائدة لمناقشة آليات تعزيز وتحسين طرق تعليم اللغة العربية على مستوى الدولة. مشاهدينا، المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتورة هنادة طاها، أستاذ كرسي اللغة العربية بجامعة زايد، وهي أيضاً مديرة مركز زايد. أهلاً وسهلاً فيك أستاذة. حياك الله دكتورة. الله يحييكم، مساء الخيرات جميعا. مساء السعادة، حياك الله. دكتورة، في البداية، ما هي أهداف مركز بحوث اللغة العربية واللي تتأملون في تحقيقها إن شاء الله؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. مركز زاي طبعا لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد يهدف إلى أن نغير كيف نفكر وكيف نشتغل في ما يتعلق بتعليم اللغة العربية. نحن اليوم في تحدي لربما فيما يتعلق بتعليمية أو تدريسية اللغة العربية. نريد من خلال البحث العلمي الرصين الذي على مستوى عالمي أن نقدم الممارسات الفضلة في تعليم اللغة العربية، إنه هذا المنحى هو الأصح، هذا ما يجب أن نعمل عليه، هذه هي الأمور التي يجب أن نستفيد منها. فنريد أن نكون ذراعا لإعلام لربما ولتوعية صناع القرار، صناع السياسات التربوية، المدارس، الميدان عموما، أننا نستطيع أن نرتقي بتعليم اللغة العربية من خلال بيانات ونتائج أبحاث علمية نستند إليها. دكتورة، ما مدى أهمية ضمان بقاء اللغة العربية مزدهرة بالنسبة لجامعة زايد سواء كان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في العالم؟ يعني حقيقة ازدهار اللغة العربية من ازدهارنا هو لا يرتبط فقط بجامعة زايد، هو يرتبط بنا جميعا كأمة، كدولة، كأشخاص عرب لغتهم الأم هي العربية، لغة الهوية، لغة الدين، لغة اللغة اليومية، لغة الشارع اليومية، لغة البيت. فنحن بحاجة إلى أن نعمل معا جميعا كي نتأكد من أن اللغة العربية بأمان، وبأن أبناءنا يحبون العربية، يقرؤون بالعربية، يتقنون العربية إلى حد معين، يستطيعون معه التعامل معها بيسر وبسهولة، أن نريهم أنها سهلة، والله سهلة ومتاحة. فأعتقد أنه مهم جدا كشيء وجودي. نحن لا نستطيع أن نطلع من عباءة اللغة العربية التي هي نحن بالآخر. نعم دكتورة، ما هي الرسالة التي تودين إيصالها أيضا إلى المشاركين والشركاء الذين حضروا هذا المؤتمر وحقيقة يبذلون بدورهم جهود كبيرة للمحافظة على اللغة العربية وتراثها الثقافي الغني؟ طبعا أكيد، يعني أنا أريد أن أقول أننا دون الشركاء الفذين الذين نعمل معهم لا نستطيع أن نعمل أو نحقق ما نريد أن نصل إليه وحدنا. أريد أن أقول للجميع، الشركاء الحاليين وإن شاء الله الشركاء المستقبليين، بأن الحلول موجودة في مسألة تعليم اللغة العربية. البحث العلمي اليوم واضح في ما الذي يجب أن نركز عليه وكيف يجب أن نغير بعض الأشياء، إن كانت في مناهجنا، في طرائق تعليمنا، أن هذا متاح وموجود ومعروف، ولكن نحتاج إلى شيء من التضافر، إلى شيء من أن نعمل معا ونشتغل فوق هدف واحد بطريقة موحدة، عوض عن أن تتناثر الجهود. هنالك اليوم جهود هائلة وكبيرة وكثيرة من جهات عدة، لكن أظن حان الوقت الآن أن نتجمع تحت فكر
مظلة واحدة، هدف واحد ونشتغل معه، وهو أن نجعل العربية سهلة، متاحة، لطيفة، خفيفة، يرونها كل يوم حولهم، وفي المدرسة نغمرهم بكتب أدب الأطفال، بالقصص، بالنصوص الممتعة، بالكلام بالفصيحة البسيطة اللطيفة. فأعتقد هذا مهم جدا أن نعيه. طيب دكتورة، خليني أركز على جهودكم في مركز زاي. برأيك كيف يمكن لمركز زاي أن فعليا يساهم في جهود تنشيط وتدريس اللغة العربية؟ بالنسبة لمركز زاي، يعني طبعا أوائل الأشياء التي أطلقناها، الآن نحن في المرحلة التجريبية، أطلقنا أداة اسمها سرد، وهي أداة تشخص صعوبات القراءة عند التلاميذ من الصف الأول إلى الصف السادس، لأننا إن لم نتمكن من مد اليد ومساعدة هؤلاء الصغار بسرعة ومبكرا، كما نقول التدخل المبكر، نضيعهم، عندك جيل بضيع من إيدك. فهذه واحدة من أوائل الأشياء التي أطلقناها. نحن اليوم نجرب على عدة مدارس لكي نجمع بيانات نستطيع منها أن نقول هذه النتائج وهذا الموجود اليوم في مسألة القراءة. هذا واحد مثلا. اثنان، نحن نعمل مع عدة مدارس، نعمل مع الراغبين على طرائق لتعليم العربية مختلفة. عملنا مثلا على تقييم أو مراجعة مناهج اللغة العربية بالتعاون والشراكة مع وزارة التربية والتعليم. نعم. أين مواطن القوة؟ أين مواطن التحديات؟ ما الذي يجب أن يتغير؟ فهذه أشياء في صميم العملية التعليمية نشتغل عليها. نشتغل على إعداد مثلا مقاطع فيديو كثيرة لأحدث وأنجع وسائل التعليم الموجودة، ستطلق أيضا قريبا كحزمة من المقاطع الفيديو التي تفيد المعلمين. وغير ذلك هنالك في جعبتنا الكثير نعمل عليها بصمت ودأب، وستطلقها قريبا بإذن الله. أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفيق. الدكتورة هنادة طه، أستاذ كرسي اللغة العربية ومديرة مركز في جامعة زايد، مركز زاي بالتحديد، شكرا لوجودك معنا اليوم، ويعطيكم ألف عافية على هذه المجهودات. شكرا من كل قلبنا. شكرا لكم جزيلا. الله يسلمك. مساك أسعد إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا.